ممكن اعمله يوم الحد اللي جاي الحصه الرابعه يا الخامسه. ده مش شغال كويس. ممكن الحصه الرابعه يا الحصه الخامسه الحد اللي جاي. والامتحان هيبقى في نفس الجزء بس مش هيبقى مالتيبل تشويس، امتحان عادي. واعلى نمره هتجيبها هي 10 بس توصل لايه؟ لدرجه النجاح. خلاص؟ فلو الطلبه محتاجين ممكن يقول يا رابعه يا خمسه بس نحدد الميعاد، هي لسه تقدر تقول لي على الميعاد اللي جاي. يا رابعه يا خمسه. الخمسه هيبقى عندي محاضره دراسات عليا. تكنيكال انجلش رايتنج مش هتركزوا معانا يعني، ممكن اقعدك في المدرج ورا خالص تمتحن براحتك او تمتحنوا براحتكم. ده الناس اللي جابت خمسه سته سبعه بس اعلى درجه في التقدير هي 10 مش اكتر من كده. طب اللي عايز يشتكي الغلطات مثلا بتاعتك؟ الغلطات انا يوم الثلاثاء ببقى موجوده في مكتبي الحصه الثانيه، انا كنت موجوده النهارده وفي غلطه كتير قوي جت لي. بس الفكره ان الثلاثاء اللي جاي عندي اجتماع فممكن في اول الحصه الثانيه. طيب خلاص؟ اول حصه ثانيه كده شويه كده لحد مثلا سي من 10 وربع ل 11 الا ربع وبعد كده سي خلاص. طيب ارمي دي هناك. لو احنا عندنا فتحه سليب والسليب دي مرات بنخليها اكس ريز خلاص والفتحه دي اكبر بكتير قوي من الكود الموتي هتلاقي ان الايه؟ الاضاءه هتوصلها بالشكل ده خلاص الانتنسيتي هتبقى منتصفه عرفنا نصغر الفتحه علشان خاطر اكبر من الكود الموتي حاجه بسيطه هيبتدي الاكس رايز او الالكترومغنيتيك راديشن او الويف ان جنرال هنلاقيها تتداخل مع بعضها وبيحصل هنا عندي غلاف البناء وتداخل الكلام ده لو عملته بالنسبه للاكس رايز هيتحقق بس احنا ما بنعرفش نعمله فور اكس رايز ما بنعرفش نعمله فور اكس رايز ليه؟ لان انا عمري ما هلاقي سليب لان انا عمري ما هلاقي سليب في حدود 5 6 انجستروم 1 نانو متر مش هلاقي سليب فعلا اقدر اعمل كده. كان في سؤال هنا؟ ما يعني انا بودي لك ثورد اكسبيرمنت. الاكسبيرمنت اللي بتحصل بحقه حقيقي مش دي بس واحده ثانيه، انا هنا بس بقرب لك الفكره. ليه؟ زي ما قلت المحاضره اللي فاتت، ليه ده مهم بالنسبه لي؟ ده مهم بالنسبه لي علشان خاطر لما انا اقلل السايز بتاع السيستم بتاعي قوي ومثلا اقول ان التيار هيمشي في واير الكروس سكشن اريا بتاعته قريبه من اللامدا استعمل اني فيزكس؟ هل استعمل فيزكس ولا فيزكس؟ كان اعمل كل مره بس لمجرد ان انا اعمل التست ده ان ده كان كلاسيكال يعني هنا بقى دلوقتي لو جبنا بدل لو جبت هنا بدل الاكس ريز الالكترون بيم وهنا برضه نفس الحكايه والالكترون بيم فانت بتشوف الدايمنشنز بتاعه السيستم بتاعك لو لقيت ان الديمنشنز كبيره قوي بالنسبه للبولي يبقى ساعتها هنطبق الكلاسيكال فيزكس اللي انت عارفها عادي. لقيت ان الديمنشنز قريبه من الطول الموجي بس اكبر منها بحاجه بسيطه يبقى ساعتها هنستعملها كوانتم ميكانكس لان هنا برضه ممكن ادخل الالكترونز برضه خلاص هتتصرف بالشكل ده. اوكي بس ايه التجربه الحقيقيه اللي احنا بنعملها اللي انا حاسمها؟ Thank you.
حسام ابو زيد. بس انا شغال جديد في الموضوع يا اسطى. ممكن بتاع ماتش الزمالك يا اسطى هو بيعمل لو وقفته كده فرانك وابنه كان هو الاب اسمه ويليام هنري فرانك والابن اسمه ويليام لارنس فرانك. الابن كان عنده فكره دي والاب خدها منه وعمل الاب كان دكتور كبير في الفيزيك ساعتها خدها منه واثبت يعني اثبت ان الاكس ريز هيحصل لها ريفلكشن بالشكل ده بحيث ان زاويه السقوط بس هاخدها من هنا من البلاي نفسه بتساوي الزاويه خلاص كأن الكريستال زي السلك عباره عن مرايه بس كمان بارشلي بيرفوريتد. يعني ايه بارشلي بيرفوريتد ميرور؟ يعني مرايه مخرمه جزئيا. ف الاكس هيقع كده وهيقوم ايه؟ طالع بالشكل ده. مش كده وبس، خلي بالك ان انت ما تقدرش تجيب برين انتر اكت بس مع ايه؟ مع اتم واحده، لا ده انا ممكن يبقى عندي واحد تاني كده. انا عايز ارسمه موازي ليه. distance between planes يا اما
انتر لاير سبيسنج، خلاص المسافه ما بين المستويات دي. يبقى هنا كمان كام دي؟ خلاص يا باشمهندسين. طيب عشان خاطر اشوف التداخل لو بناء ولا هداب، مين مش اكتر، اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت مشي اكتر، بس مشي اكتر حته قد ايه؟ مش اكتر حته قد ايه؟ هنيجي للنقطه دي وننزل بيربنديكولر، والنقطه دي وننزل بيربنديكولر. مين مشي اكتر؟ اللي تحت مشي اكتر بحته قد ايه؟ بالجزء ده زائد الجزء ده. الجزء ده قد ايه؟ والجزء ده قد ايه؟ هل هما قد بعض؟ هما قد بعض. طيب الزاويه دي لو الفا، الزاويه دي كام؟ 90 ناقص الفا. الفا برضه الزاويه دي الفا. ليه؟ لان دي زائد دي 90 ودي زائد دي 90، يبقى دي الفا ودي الفا. يبقى الحتتين دي كام اللي هم الابدي؟ دي دي ساين الفا، ودي كمان دي ساين الفا. يبقى انت هيبقى عندي كونستراكتيف انترفيرنس. انت هيبقى عندي كونستراكتيف انترفيرنس لما الباث ديفرنس او الاوبتيك باث ديفرنس بيساوي مضاعفات لامدا. دي حاجه بسميها براغ كونديشن. البراغ كونديشن ان 2 دي ساين الفا هتساوي ام لاما، وضعفات كل لاما. هشوف انا ايه بقى؟ هشوف ايه؟ لما العلاقه دي تتحقق هشوف نقطه مضيئه، هشوف نقطه مضيئه. خلاص يا باشمهندسين؟ يعني برايت سبوتس ابير. خلاص يا باشمهندسين؟ يعني لما العلاقه دي تتحقق الزاويه الفا تتراوح من كام لكام؟ من صفر ل 90 درجه. الزاويه الفا تتراوح من صفر ل 90 درجه. خلاص؟ فبشوف الزاويه الفا دي قد ايه وبتتحقق. اول ما تتحقق هيحصل عندي بقعه مضيئه. خلاص يا باشمهندسين؟ الكلام ده معمول فور اكسنت. طيب عايزاكم تبصوا معايا هنا. ادي البندوره، والبندوره دي على فكره احنا عندنا بندورات بنستعملها في تجربه الاكس ريز، تجربه الاكس ريز اللي موجوده في المعمل بنعمل عليها كراك ريفلكشن. عشان ان المستويات دي كانها مرايه محرمه جزئيه، ان يعني خلي بالك دي كانها باطن. يبقى عندك اكس راي بيحصل انتشار في كل الايه حوالين كلهم اللي داخل مع بعض داخل الهداف، ما عدا الاثنين دول هم اللي بيطلعوا، والاثنين اللي بيطلعوا بيتدخلوا كمان مع بعض داخل البناء عند زوايا معينه. يعني هو اصلا بيحصل سكاتنج الاكس راي. ايوه، وفي الاخر الماكسيمم انتنسيتي بيقوم طالع نهائي واحد. اوكي؟ طيب يا باشمهندسين، كل ما العلاقه دي بتتحقق بيبقى عندي نقطه مضيئه. طب انا عندي نقطه مضيئه واحده ولا عندي كذا نقطه مضيئه؟ كذا نقطه مضيئه لما دي تتحقق. هي الفكره كمان ان دي ما هياش واحده. دي ما هياش واحده. لا، هي انا ممكن يبقى عندي المستويات دي اللي ما بينهم دي. وممكن يبقى عندي ايه كمان؟ ممكن يبقى عندي المستويات دي برضه ما بينهم دي تانية ودي تالتة ودي رابعة. ففي علم اسمه الاكس راي كريستالوجرافي، او انك انت تعرف شكل البلورة عن طريق دراسة الايه؟ الاكس رايز. دي حاجة تبع الماتيريال ساينسز وتعديل، اللي احنا بنعرف فعلا الكريستالاي فورم عن طريق الاكس رايز او سوليد ستيت فيزكس. فعارفين لما بنشوف الشكل ده، لما بشوف بقى نقط مضيئة، ما عنديش نقطة واحدة، عندي كذا نقطة. أولاً عشان خاطر عندي ام بتساوي 1 2 3 لحد ما أوصل ل 90 درجة،
الحق الغلاف ده 90 درجه، وعشان عندي كذا ايه كذا بلاي الانترتيل ديستنس دي عندي كذا تاني، فبلاقي عندي كذا نقطه. فبنعرف عن طريق الاكس ريز اللي احنا بنشوف الكريستال بطريقه غير مباشره وبنقدر نحمل ده. فده بيحصل نتيجه ان في تداخل بناء وتداخل هدام للاكس ريز مع ايه؟ مع نفسها. ليه؟ لان الاكس ريز بيتصرف كموجات. اللي بيتداخل مع بعض تداخل هدام او بناء هما الموجات. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب التجربه دي اتعملت وبراج وبراج يعني خدوا جائزه نوبل في الفيزيكس سنه 1915. خدوا جايزه نوبل فيزيكس سنه 1915، وكان براج ابن ساعتها سنه صغير كان حاجه و20 سنه، وكان يعتبر اصغر واحد خد جايزه نوبل يعني في التاريخ، وفضل بيحمل اللقب ده لحد من كذا سنه ما في حد اصغر منه خد جايزه نوبل. مش لازم يبقى فيزيكس، بس عارفين مين؟ مش فيزيكس. نجيب محفوظ. مين اصغر حد خد جايزه نوبل؟ مالالا. عارفين بنت اسمها مالالا؟ البنت الافغانيه اللي كانت بتحارب علشان خاطر تعليم البنات في افغانستان، فهي خدتها. بعد براج الابن جت مالالا وراه. خدته في ايه؟ جايزه نوبل في ايه؟ في السلام. السلام. لانها كان عندها قوه شخصيه و ووقفت قصاد طغيان الافكار. ما هي اي طغيان ده غلط. افكار حتى افكار دينيه. ايوه. انت ما بتفرضش على حد انه ما يتعلمش عشان انت فكرك كده غلط. بس. طيب. المسافة دي ما بين المستويات هي المستوية باللون الأحمر، بس مش دي المسافة الوحيدة، ما أنت دي عندك مسافة أخرى ما بين المستويات، فممكن الإكس راي ممكن يبقى يجيب لك نقط مضيئة لما العلاقة تتحقق، علشان دي ما بين الخطوط الحمراء، أو دي ما بين الخطوط الخضراء، أو دي ما بين أي خطوط بقى تانية، أي بقى فاميلي أوف بلينز تانيين. أوكي؟ طيب يا باشمهندس. العلماء خليني بقى كده اقول حكايه كده جانبيه. العلماء بيقعدوا يشتغلوا كتير، وعلى قد الشغل بتاعهم على قد ما بيبقى فيه فتح. الواحد ما تستناش ان الالهام يجي لك من ربنا وانت ما تعبتش. لو تعبت واشتغلت كتير هتلاقي ان حاجه بتحصل لك ولو حتى صدفه. وايه؟ وتلاقي المسائل بتتحل معاك، بس لازم تتعب الاول عشان خاطر انك انت تاخد ثمار كويسه، لازم انك انت تتعب. وده اللي حصل مع دافيسون وايه وجيرمي. دول اتنين علماء امريكان كانوا شغالين بالالكترون بيمز والناس بتشتغل. الناس عماله تشتغل، بس حصل زي ما بيحصل كده في الافلام الامريكاني ان المعمل بتاعهم انفجر. ولما انفجر كان عندهم عينه من النيكل ساحر او سخن قوي، وبعد كده راحت ايه بردت بهدوء، وهي بتبرد بهدوء لقينا ان النيكل راح رصص نفسه بطريقه منتظمه وبقى على شكل بندوره. وهم لسه بيعملوا الاكسبيرمنت بتاعهم. الاكسبيرمنت دي ان نيكل جابوه وبدل بقى اكس ريز جابوا الكترون بيم. خلاص؟ وشافوا الالكترون بيم لما بيحصل له ريفلكشن اوف السيرفيس بتاع النيكل. لو هما بيفكروا بالطريقه الكلاسيكيه او لو احنا هنفكر بطريقه كلاسيكيه، المفروض لما الالكترودز يقطعوا ودول بارتكلز ويحصل لهم ريفلكشن الاقي هنا الالكترونات تشتغل. يعني لو حطيت هنا فلوريسنت سكرين هلاقي الشكل عامل ازاي؟
هلاقي بقى قوية موجودة في النص. لكن هما ما لقوش كده، هما لقوا ان الضوء تداخل مع بعض، او مش الضوء بقى، الالكتريك بيم تداخل مع بعض، وبقى في نقط مضيئة ونقط مظلمة. بس النقط المضيئة ونقط المظلمة دي في اي اماكن؟ تقريبا في نفس الاماكن بتاعت الاكسترس. ايه يعني الالكتريك بيم بتداخل مع بعض لغايه ما لقوا الالكتريك هداه؟ لقوها. فدافيس الجيرمر عمل التجربة دي. نخلي بالنا اللامدا دي هنا لو انا بتكلم عن اكس ريز هجيبها عن طريق ايه؟ هجيبها عن طريق انهي معادلة؟ اللي هي بتاعت الانرجي خلاص؟ او اللي هي اتش على الايه؟ اسهم. او سي على اليو. او اتش سي على الانرجي. خلاص؟ دي واحدة تانية. لكن لو انا معايا الكترون بيم هجيب الانرجي منين؟ عن طريق انهي لعبة؟ بتاعت البروتين. خلاص؟ فحط اللعبة بتاعت البروتين. حط اللعبة بتاعت البروتين. اللي دبرولي عملها باسكلت وجابها كده بمجرد ان هو ايه؟ سرق معادله وحطها هنا وشوف النقط المضيئه هتلاقي ان هي ايه اللي تمشي. هتجيب منين اللعبه بتاعت دبرولي بتاعت الالكترون؟ عن طريق المعادله اللي انا بديهالكم المره اللي فاتت. خلاص يا باشمهندسين؟ فلقوا ان فعلا الكلام ده بيتحقق. ففعلا انت اتعب واشتغل كويس وهتلاقي بالصدفة إن شاء الله المعمل بتاعك يتحرك في دماغك. هتلاقي بالصدفة ربنا بيديلك إيه رسالة كده إن العلم كفاية دلوقتي الوقت إنك أنت إيه تبني ثمار تعب حتى لو بالصدفة. أنت بتحط لها فلوريسنت سكرين بالظبط زي بتاع كاتب بري أوسيلوسكوب. شفت الأوسيلوسكوب أنت عندكم ديجيتال ولا عندكم أنالوج؟ يا يعني مو انا لما انت عندك الكاثو فيديو سيب سكوب بتحط الفلوريسنت سكرين حواليها رسمه حاله. اوكي؟ تعالى يا باشمهندس تعالى نشوف الرسمه دي. بلوره معموله ممتاز وليها شكل بلوري ممتاز. ف
في اوقات كثيره قوي ما بينفعش ان احنا نجيب شكل بطوني. فبنعمل ايه؟ بنجيب باودر بيبقى كده بودرات صغيره كثيره قوي جنب بعض. يعني مثلا لو ملح انت هتجيب ملح كده شوف في ايدك كانه بودرات كثيره قوي جنب بعض. فبدل ما يكون عندي نقط مضيئه او نقط مظلمه بيبقى عندي دوائر مضيئه او دوائر مظلمه. ثومسون عمل نفس التجربه بس مش على سيب الكريستال، عملها على ايه؟ عملها على باودر. عمل برضه الايه؟ الاف يعني هنا اكس راي ديفراكشن هنا الكترون ديفراكشن بس ده الباودر. مسائل الباودر اللي هي الريديوس مش عليكم، انا بس بعرضها هنا علشان خاطر يعني اوصل لكم فكره معينه. خلاص؟ هنا شايفين انصاف الاقطار؟ شايف نص القطر ده ونص القطر ده؟ ايه اللي زيه؟ هنا شايفينها؟ طيب ايه رايكم في دول؟ ايه زيهم؟ دول كمان. نعم؟ الشكل بعض كده. ما هم تقريبا شكل بعض، خلي بالك ده اكس ريز ممكن بتفاعل مع اللي هو الفوتوغرافيك شيتس او اللي هو ورق اللي بتعمل عليه الاكس ريز، غير الالكترون ما بتفاعل مع الفلورسنت سكرين. خلاص؟ لكن في الاخر ده حصل له ايه؟ تدخل بناء وهداب، وليه عندك اسود هنا؟ هداب، ليه عندك مضيء هنا؟ بناء. نفس الحكايه بالنسبه للالكترون. فاللي عمل التجربه دي ثومسون، عارفين ثومسون مين؟ اللي اكتشف الالكترون؟ لا مش اللي اكتشف الالكترون، ده ابن اللي اكتشف الالكترون. فثومسون الاب اكتشف الالكترون از ا بارتيكل، ثومسون الابن اكتشف الالكترون از ايه؟ از وين. عيله احنا بنتكلم على عائلات من العلماء. وطبعا دافيسون وثومسون عملوا التجربة دي سنة 1927 من حوالي 100 سنة تقريبا، وخدوا جايزة نوبل في الفيزيكس تقاسموها عشان أثبتوا الخصائص الموجية للبارتيكلز سنة 1937. خلاص يا باشمهندسين؟ ففعلا التجارب دي بينت لنا إن ان الالكترون بيم هيتداخل مع بعض. هيتداخل مع بعض، ليه بقى انا خدت التجربه دي اللي احنا ما بنعملهاش؟ علشان خاطر لما انت هتصغر السيستم سايز يبقى فيري 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 سمول، لازم تشوف الالكترونات وهي ماشيه في المسارات بتاعتها. هل الالكترونات دي محتاجه انك انت تطبق عليها القوانين الكلاسيكيه اللي انت عارفها وتبتدي تدرس السيستم بتاعك ويكون عندك السوبر سمول كمبيوتر، ولا الكوانتم ايفكتس حباه وابتدي الالكترونات انها تتداخل مع بعضها تتداخل ايه؟ تتداخل احيانا. فعشان كده كنت لازم اديلك الايه؟ الجزء ده. اوكي؟ طيب يا باشمهندس. المره اللي فاتت انا انا شرحت لكم او اتكلمت عن الموجات اللي هي بتاعت الالكترونات اللي هي الماكرو ويفز. الماكرو ويفز دي هل هي ميكانيكال ولا الكترومغناطيك؟ هي لا دي ولا دي، بس انا ما قلتلكمش هي ايه. قلت لكم بس اسمها هي ماكرو ويفز بس ما قلتلكمش هي ايه. وللاسف الالكترومغناطيك ويفز اللي هنا مش شغاله كويس. مش دي الالكترومغناطيك ويفز ولا دي ماتر ويفز ولا ميكانيكال ويفز؟ طيب يا باشمهندسين اتكلمنا ان هي ويفز وسميتها ايه؟ ماتر ويفز. طيب احنا دلوقتي بالنسبه لنا امتى بيجي لنا الالكترومغناطيك ويفز؟ بيبقى عندي ايه؟ عندي الكترون عمال بيهتز بيغير لي المجال الكهربي وبالتالي المجال المغناطيسي بيتغير وبيطلع لي الكترونيك ويفز. عندي ايه؟ السهوله الالكترون عمال بيتذبذب بالشكل ده. خلاص؟ ده الالكترونيك ويفز. لكن الموجه اللي انا بتكلم عنها اللي
البروتوساحب الالكتروني المدوي دي عباره عن ايه؟ هنجمع حته حته النهارده، هكتب لكم دلوقتي اكسبريشن بس باختصار معناه ايه؟ ان الموجات دي بتعبر لي عن احتمال وجود البارتكل في مكان ما. يعني مثلا احتمال وجود الالكترون هنا ماله؟ هنا اكبر ما يمكن، احتمال وجود الالكترون هنا ايه؟ اقل ما يمكن. فالماتر ويف دي بتعبر لي عن احتمال وجود البارتكل في مكان ما. ويعني ايه ويف من ايام دكتور ناديه؟ يعني الكورس بتاع دكتور ناديه بتاع الدور اللي فات. اللي هي ايه الويف؟ الويف دي اي ديستربنس ان سبيس اند تايم. فلازم تغير بطريقه معينه. ففعلا هتلاقوا الموجات دي ممكن هي ايه؟ البعض منها لو في عندي تايم ديبندنت فيلدز هنلاقيها اللي هي عماله تتغير برضه مستعجل. لو هي ستادي ستيت هتتغير في المسافه بس السرعه. اوكي يا باشمهندسين؟ طيب تعالوا بقى نكتب الجمله هنا. بيديني معلومات لاحتمال وجود
البارتيكل في مكان ما في نقطه ما. يعني تاني هنا احتمال وجود البارتيكل صفر، وهنا احتمال وجود البارتيكل اعلى ما يمكن. اوكي يا باشمهندسين، وادي معنى الويف فانكشن او الماتر ويفز، بتديني مقياس يعني لاحتماليه وجود البارتيكل في مكان ما في نقطه ما. طيب يا باشمهندسين، الكلام ده او الفكر ده بتاع دوبلي اللي تاني هو خد عليه جايزه نوبل في الفيزيكس اثبتناه اهو عمليا، كان ممكن الكلام ده كله نرميه في الزباله، لكن عملنا ايه؟ بندرسه. ليه؟ لان فعلا العلماء اثبتوه عمليا. العلماء اثبتوه عمليا، اثبتوا ان فعلا في تداخل بناء بيحصل، واللامدا دي هي اللامدا بتاعت مين؟ بتاعت دكتور معلش، هو يعني الجراف ده الخط الاحمر ده المفروض بيمثل ايه؟ انا عشان ده بيمثل الانتنسيتي بتاعت الاضاءه، وكان المره اللي فاتت انتنسيتي ده كان تكمله ده انا عملتها المره اللي فاتت، المحور ده بيمثل لي الانتنسيتي. ده كده الرسمه الانتنسيتي ايه؟ وده شده الاستضاءه، وده الويفلينث؟ لا ده المكان، انت فين في المكان؟ هو في القاهره بنشوف كده بكره المدير بكره المستمع، انت شفتها في المعمل في السنجل سليت فراكشن لما دخلت بقى ساعتها ضوء الليزر دي، شفت انت الايه؟ البكره المدير بكره المستمع دي المدير فده ماكسيم انتنسيتي بالشكل ده، هنا زيرو انتنسيتي خلاص؟ وفين بقى على السكرين اللي هو المحور ده؟ معناها ان انت عندك انتنسيتي ايه؟ كبيره في حته كامله بس كده، وهنا مفيش حاجة عشان نعمل بروجكت. اوكي يا باشمهندسين، هديكم بريك دقيقتين على ما اكون مسحت السبورة و ابدا ولا انت بدات اوريدي؟ ايوه بدات بتحكيلك الكلام. تاني يا باشمهندسين، بدات اعرق اكلكم؟ Yeah.
طيب اشمعنى اخترت ال بتساوي 7؟ هو انا ممكن احط عدد اخر من الات الاضلاع الموجيه عليها؟ ممكن احط عدد اخر. تعالوا نشوف هنا، انا زدت لكم طبق كده بالظبط. شايفين هنا يا باشمهندسين، انا معتبره اول الرسمه دي طبعا ال 3 دي، انا معتبره هنا ان الالكترون بيتصرف كوين، فقدرت ارسم الموجات دي. اوكي طيب، هل دي الاحتمال الاوحد او هل ده هو الاحتمال الوحيد؟ لا. ايه رايك في كده؟ ايه رايك في فوق دي؟ ممكن ايه بتساوي 1؟ شايفين اللي فوق دي ايه بتساوي 1؟ اللي بعدها ايه بتساوي 2؟ ايه بتساوي 6؟ ولا لا، اول واحده ده الدايره نفسها، بس رسمها 3 دي. لازم اهم حاجه ان الايه؟ الموجات تترسم بحيث انها تقفل سموثلي على بعض. مش هتشوف عندي ده، يعني بالظبط زي ما كان عندك اللعبه. شكرا، لبستك سحريه ربنا يخليك. خلي يا باشمهندسين، بس فين صوتي يا عبد الحليم؟ الصوت مش صوت في فرق ولا مفيش فرق؟ نعم كده زينا ولا كده احسن؟ هو يا عبد الحليم. طيب الان دي يعني ممكن يبقى ان بتساوي 1 او ان بتساوي 2، كلها حلول. ما عنديش ان واحده بس، انا ممكن يبقى عندي يا دي. بص يعني دي هتبان بعد شويه مش هنا، هتبان في الجزء الثاني كده. احسن برضه الصوت ولا زي ما هو؟ كده اظن احسن. شوف يعني خلاص؟ فهي ممكن تبقى ان بتساوي 1، ان بتساوي 2، ان بتساوي 6 زي ما احنا شايفين هنا. اوكي؟ دي كلها احتمالات مختلفة. طيب هوريكم نفس الصورة بس بطريقة تانية. شايفين دي؟ شايفين دي عاملة ازاي؟ اللي على الشمال دي برضه الموجة قافلة على نفسها بطريقة سموث. اللي على اليمين حصل ايه؟ مش طريقة سموث. دي هتديني ستاندنج ويف. دي هتتدخل في الآخر زي ما هوريكم بعد ما اشيل ده وبعد الرسم، هوريكم انها ممكن تتدخل مع نفسها تداخل ايه؟ هدام. ولو تدخلت مع نفسها تداخل هدام، الموجة دي بتعبر لي عن احتمالية وجود الإلكترون. لو الاحتمال بيساوي صفر يبقى معنى كده ان الإلكترون مش موجود، وانا من الأول بقول لك الإلكترون موجود، فكده ده ما ينفعش. لازم غصب عنك الموجة تقفل مع نفسها كأنها ستاندنج ويف. بالظبط اللي عندي هنا ان في موجه موجوده على محيط الدايره اهو كده. دي دايره اهي، الاسبيكت ده عباره عن الايه؟ محيط دايره. انا هقسمه وهنعمل عليه ستاندنج ويف. يا ريت تعملي ستاندنج ويف. ايوه شايفين؟ على حسب بقى البريشر بعملها كده، اهي بعملها كده على حسب الفريشر، هتلاقي عدد الموجات بيختلف. خلاص يا باشمهندسين، على حسب التنشن. طيب بالظبط كأني هنا عندي ايه؟ بدل الاستريك ده عندي الهواء بتاع الجيتار. فشايفين الاطوال الموجيه المختلفه في الحق؟ طبعا الاطوال الموجيه دي بتعمل ستاندنج ويف، از فانكشن اوف تايم بتعمل ستاندنج ويف. ممكن يبقى دي عندي ان بيساوي 3، هنا ان بيساوي 5، دي فوربيدن. ليه؟ لانها ما لزقتش مع بعض. عارفين لما يكون عندك مثلا لعبه القطوره وانت عمال تلزق حتت القضبان مع بعض، في الاخر لازم القضبان تخليها ايه؟ تلزق تقفل. خلاص لو القضبان ما قفلتش
القطر وانت بتمشيه اللعبة هيحصل له ايه؟ هيقع خلاص. فلازم تخد بالك ايه نفس الحكاية، لازم تخد بالك ايه يا جماعة. ايوه تمام. طلع من نزلة بس مش محضر دي محضر اللي هشرحها. طلع من واحد طيب هنا عندنا الـ L بيساوي الـ H في الـ
المعادلة دي شفناها فين؟ في بومرز أبل. بومر أقحم الكوانتايزيشن أوف هانن. بومر أقحم الكوانتايزيشن أوف هانن يعني إيه؟ يعني هو فرض الكوانتايزيشن عشان طالب يجيب the right answer. لكن عن طريق الهايبوثيسيس بتاع البروجيكت قدرنا إن إحنا نثبت أو مش عايز أقول إثبات نبرر العلاقة دي الكوانتايزيشن كل من الأنجل المومنتم. شايفينها؟ فغصب عني بمعنى الويف اللي هي مصاحبه للالكترونات اللي بتعبر عن احتمال وجودهم غصب عنا افترضنا الكوانتايزيشن ده، وبالتالي ده وصلنا للايه؟ للمعادله دي. يعني دي عباره عن جاستيفيكيشن. يعني ايه جاستيفيكيشن؟ تبرير فور بورز second postulate. يعني اللي بور أقحاما واحنا بنتفهمين ليه وهو ممكن مش فاهم ليه، هو عملها علشان خاطر بس to get the right answer. عرفنا اللي احنا مررها عن طريق الكوانتايزيشن. ما انا بقول لك هو to get the right answer كان فتح من ربنا، واحد يشتغل كتير ربنا فتح عليه ان هو يجيب معادله كده عشان تجد رايت انسر. هو كان اهم حاجه عايز يجيب الاربع جوال وجابهم، حط افتراضات والافتراضات وصلت له لحاجه. لقينا بعد كده الكلام بتاع البروجي كونسيستنت مع الكلام بتاع بول. اوكي؟ كل ما هتتعب كل ما ربنا هيفتح عليك. طيب يا شمس تعالوا نشوف بقى الوضع. الوضع لو ايه؟ لو الموجه ما قفلتش على نفسها بالشكل ده، الموجه مستمره، فهتلاقي ان هي ايه؟ بعد شويه on average هتلاقي ايه؟ البوزيتيف زي النيجاتيف، وهتلاقي الموجه ايه؟ هتتداخل مع نفسها تداخل هدام. على داخل مع نفسها تداخل ايه؟ تداخل الكامل. ايه اللي يخلي الموجه ما تكونش على نفسها؟ انا بقول لك لازم الموجه تطلع على نفسها. ده حاجه موديلنج انا بعمله علشان خاطر اوصل للمعادله دي. الموجه استحاله انها تقفلش على نفسها. لانها لو ما قفلتش على نفسها معنى كده انها تداخل مع نفسها تداخل الكامل، معنى كده الاكل مش موجود. بس ده بينقض الفرضيه الاولى ان الاكل موجود. مش انت بتكون في الكترون بيلف؟ احنا بندرس ايه؟ الكترون بيلف، ما تبقاش الريزلت ان الكترون اختفى. فاهم قصدي؟ انا بشوف مسار او البيهيفير بتاع الكترون بيلف على مسار جانبي. مش عايزه يعني لما يبقى عندك حل يقول لك الكترون مش موجود ده بترميه. ده حل غلط. اوكي؟ خليني اكتب الكلمتين دول. لو الموجة ما بتقفلش على نفسها بطريقة سموث يبقى هي هتدخل مع نفسها تداخل هداف وفي الآخر بتموت. أوكي يا باشمهندسين؟ طيب تعالوا نشوف الحل الإيه؟ أو المثال التاني. دكتور هو ماشي لما الـ NT
عاملين نتكلم عن الديبروليز ويف لاين ما بنوقفش على اي تردد. انا ما يهمنيش هنا غير الويف لاين بس. خلاص؟ والويف لاين عماله ايه تتغير مع الزمن صحيح، بس مش التردد اللي هيطلع لي فريكونسي، لا ده حاجه ثانيه. لقينا ان المعنى الفيزيائي مرتبط احسن بطول النوم. الكلام اللي هقوله ده conceptually صعب، الكلام اللي هقوله اللي جاي ده conceptually صعب. Confined in a cavity, or trapped in a cavity. يعني
كل ما يبقى عندي الفاضي اللي متحدده اقامتها في مكان ما هتستعمل ايه الريزلتس بتاعت المشكله الهايبوثيتيك دي. خلاص يا باشمهندس، مشكله هايبوثيتيك بس تديني الفيرست اوردر ابروكسيميشن للانرجي ليفلز. هنجيب دلوقتي الانرجي ليفلز، هنجيب الايه الويت فانكشنز، وهنقول دي مهمه ليه. خلاص يا باشمهندس. طيب البوتنشال ويل ده او الكوانتيتي كده 1 جي بوكس بيستخدم ك بارتيكل تراب او كونفايند او محدده اقامتها ان ا بوكس، مش بوكس حقيقي بس احنا بنقول عليه ايه بوكس. طيب لو البارتيكل فري البوتنشال انرجي عليها قد ايه؟ البوتنشال انرجي عليها قد ايه يا باشمهندسين؟ لو البارتيكل فري البوتنشال انرجي عليها صفر، فانت من حقك تتحرك من صفر لحد ايه؟ ايه اللي هو طول الديسك؟ هتلاقيها ممكن في الكتاب يا ايه يا ال مش فاكره. خلينا ماشيين بايه؟ والبوتنشال انرجي لو حاسب البوتنشال انرجي هنا بالازرق، البوتنشال انرجي هنا بكام؟ بصفر. أول ما توصل للحدود بتاعتك البوتنشال انرجي بيساوي كام؟ بيساوي انفينيتي. يعني ده قد إيه؟ انفينيتي. وده كمان إيه؟ انفينيتي. خلاص؟ فده بنسميه ان انفينيت بوتنشال ويل. يعني عندي بير لا نهائي العمق. ان انفينيت potential well. وتاني ده من ضمن المسائل المهمه قوي في الكوانتم ميكانكس انها بتديني ابروكسيميشن انرجي ليفلز. تعالى نجيب دكتور معلش الحته دي تاني بس مش هينفع. تعالى بعد المحاضره لان معلش كلامه خلاص كلامه مش هيسمع كلمه كتير فخلاص الوقت بيضيع. طيب يا باشمهندس تعالى هنا نشوف ايه البوتنشال بدل ما ارسم ده يروح لم يعني كده بلا نهايه. ساعات بنرسمه بالشكل ده. ده بيروح لايه؟ الانفينيتي بالشكل ده. زيرو خلاص؟ تاني في الكتر ان هو يمر او يتحرك في البير ده يمين شمال يمين شمال بس. خلاص؟ تاني بقول لك ان هو ما هوش الالكتر البريء اللي كنت فاكراه، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ موجب او ايه؟ يبقى ممكن ارسم الويف ازاي؟ ممكن ارسم الويف كده صح؟ ممكن ده احدى الاحتمالات، احدى الحلول في كذا حل، والحل الجنرال السوبر بوزيشن لكل الحلول. خلاص؟ طيب هنا احتمال البارتيكل بره الويل قد ايه؟ صفر، عشان كده الموجه بتبقى صفر هنا عشان ده حل. في حل اخر؟ في حل اخر. هرسمها بالشكل ده عشان بسرعه، بس هرسمها كده. ده حل اخر. وهنا حضرتك حل اخر. الحل اللي فات نفس المنطق او ايه؟ كل دي موجات حلول للالكترون. يبقى الالكترون بدل ما هو بارتكل ممكن اعمله ويف بالاطوال الموجيه هنا. خلاص يا باشمهندس؟ ده حل. طيب اللامبة هنا ايه؟ اللامبة بتساوي 2 ل A، دي هسميها لامدا 1. خلاص ليه؟ لأن أنا لو جيت ورحت كملتها من هنا لهنا 2 A يبقى لامدا 1 لأنها 2 A. طيب دي اللامدا إيه علاقتها بالـ A؟ هخلي بقى هنا صفر وهنا A، وهنا صفر وهنا A. دي كام دي يا باشمهندس؟ عبارة عن ايه؟ دي
يحسب لها لامدا 2. طيب لامدا 3 اللامدا هنا كام من الايه؟ 2 على 3 هي تلتين. 2 على 3 ايه؟ خلاص؟ طيب هعيد كتابة الكلام ده. ايه رأيك لو قسمت 2 على 1؟ بقى في حاجة؟ عشان تشوف البيهيفير، تشوف الباتر. طب ايه رأيك لو عملت دي 2 على 2؟ مش هي هي؟ طيب لامدا ان بتساوي قد ايه؟ 2 ايه على الان. دي كل الاطراف الموجيه اللي ممكن تحطها هنا. خلاص وهجيب منها الانرجي ليفلز. طيب هجيب الانرجي ليفلز ازاي؟ هجيب الانرجي ليفلز ازاي؟ طيب عارفين اللمبه دي قبل اللمبه يا باشمهندسين؟ دي اللمبه بتاعت الالكتروني، يبقى على طول هنزويها بايه؟ انهي لمبه؟ لاندا دي بروين. لاندا دي بروين هي لاندا دي بروين. اوكي؟ طيب اللي هي كام؟ يبقى 2 اي على ال ان بتساوي كام؟ كام اللاندا بتاع دي بروين؟ اتش على البي. يبقى المومنتم بيساوي اتش مضروب في ال ان على 2 اي. ده المومنتم، المومنتم ديسكونتايز؟ اه ديسكونتايز. مش اهو مش في ان هنا؟ طيب التوتال انرجي قد ايه؟ جوه البوكس التوتال انرجي دايما بيجيبها ازاي؟ ازاي بيجيب توتال انرجي؟ الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي جوه بيساوي قد ايه؟ زيرو. لا جوه البوكس زيرو. انا بضحك عليك واقول لك انك انت ليك حريه تمشي زي ما انت عايز هنا هنا. خلاص؟ يبقى ده زيرو. الكينيتيك انرجي نص ام في سكويرد او نص بي سكويرد على ايه؟ على ام. وبما ان البوتنشال سكوانتايز يبقى اكيد الانرجي برضه سكوانتايز. مش كده؟ يبقى ممكن نجيب من هنا التوتال انرجي، انا هكتبها اي على طول، دي عباره عن نص بي ان سكويرد على 2 ان، اللي هي عوض بهنا هيبقى اتش سكويرد ان سكويرد على 8 ان اي سكويرد. ادي ايه؟ ادي الانرجي ليفلز. الانرجي ليفلز ار دي كوانتايز. الانرجي ار دي كوانتايز. اه تعالوا نرجع هنا تاني نرسمهم هنا تاني. هرجع ارسم هنا هكبر بس الرسمه. أول انرجي ليفل عند كام؟ نخلي بالنا الأزرق ده البوتنشال انرجي. بس أول انرجي عند كام؟ معلش الأسئلة بعد القدر. في حاجة غلط. نعم؟ زيادة. لا مفيش مفيش عندي. صح. تعالى لي لحظة وخد 5 جنيه تعالى. صح. تعالى يا باشمهندسين. تعالوا لي هنا بقى. أول انرجي عند كام؟ أول انرجي عند كام؟ الأورنج ده باين ولا الصعب الأسود؟ طيب ده بيساوي اتش h سكوير على 8 ام سكوير على 8 ام اي سكوير مضروبه في 1 سكوير. طيب الانرجي ليفل الثانيه
شايف ان a squared على 8 m a squared مضروبة في 2 squared. الآن الجبل الثالثة يسوي الكلام ده مضروب في 3 squared so on. فعندي هنا n جنابس كتير خلاص. قالوا ان العادة العلماء بيعملوا ايه؟ بيرسموا على كل n جناب الموجة المصاحبة دي. فدي لأن n m يساوي 1 هقوم يرسم الموجة بتاعتها عليه. ايوه. بالشكل ده. ودي هيرسم ايه؟ الموجة بتاعتها كده. ودي يرسم الموجة بتاعتها كده. طيب هنا لو انا في الان الجناب الاولانية فين اكبر احتمال وجود البارتيكل؟ في النص. فلو انا في الان الجناب الثانية في النص احتمال وجود البارتيكل كام؟ دي الانرجي ليفلز. نخلي بالنا في المسائل، هل انا بطلب الانرجي ليفلز بتاع الهيدروجين اتوم ولا بطلب الانرجي ليفلز بتاع بارتيكل ان بوكس؟ نخلي بالنا. طيب لو قلت لك بارتيكل ان بوكس وعايزه الطول الموجي بتاع الفوتون لما هيفعل لما الالكترون ينط من هنا لهنا، مش ممكن الالكترون ينط من فوق لتحت؟ حصل له اكسايتيشن ونزل يقوم يطلع لي فوتون، يبقى الدلتا اي بتساوي كام؟ اتش نيو. اتش نيو. يبقى ممكن اعمل مسائل كتيره جدا من البارتيكل ان بوكس. ايه اهميه البارتيكل ان بوكس تاني؟ الجزء الاخير انا هقوله كده الدروس من اصحابكم لان مفيش وقت، بس هدي لك الايه المعنى بتاعه. بس تعالوا على دي الاول، البارتيكل ان بوكس امتى مهمه؟ تاني اقول لك مثلا عندي اتوم وفيها الكترون كونفاين، عندي الالكترون متحدده بالكونت جوه الاتوم، باخد ابعاد الاتوم اللي هي 1 انجستروم كانها الايه؟ وابتدي احل واجيب الانرجي ليفلز. هل الريزلتس 100% كوريكت؟ لا، اتس فيرست اوردر ابروكسيميشن، بتبقى حاجه سريعه علشان اقدر اجيب الانرجي ليفلز بطريقه سريعه. اللي اتعلمناه المحاضره دي ايه؟ وات از ان الكترون؟ الالكترون عباره عن ايه؟ هتتقلوا الكلام ده؟ الالكترون فيه حاجه اسمها البارتيكل ويت دواليتي اللي هو بور سماه برنسبل اوف كومبلمنتاريتي. يعني ايه برنسبل اوف كومبلمنتاريتي؟ يعني التكامل، في تكامل. فاحنا بنقول ان الالكترون يا باشمهندسين الالكترونيات عباره عن جزء من شخصيته بارتيكل وجزء من شخصيته ويت. ليه انا عملت التمثيل ده؟ ليه عملت التمثيل ده؟ عشان بس الفكره بتاعه ان انا مش شايفاه. هو انا شايفاه؟ انا مش شايفاه. باشمهندس الوقت انتهى، خلي اسئله بعد المحاضره ممكن؟ عشان بس اللي عايز يمشي يمشي. طيب يا باشمهندسين، يبقى الالكترون ده انا بمثله بالايماجينيشن بتاعتي. الايماجينيشن بتاعتي انا جبتها منين؟ جبت الايماجينيشن بتاعتي منين؟ من الاكسبيرينس اللي حواليا. فالاكسبيرينس اللي حواليا بشوف مش البارتيكلز بعينيا بيعملوا ايه على المايكروسكوبيك ليفل، ده حتى مش المايكروسكوبيك، ده ممكن اقول نانوسكوبيك، ممكن اقول انستروسكوبيك ليفل، ده حاجه ممدوده قوي. فانا مش متخيله، انا ما عنديش الفوكابيولري ولا عندي اللانجوج ولا عندي الايماجينيشن ان انا اتخيل الالكترون عباره عن ايه. وعلشان كده انا برضي نفسي بان انا امثله كبارتيكل اوكاوي، مع ان تو كونسبتس عكس بعض، واحد از لوكلايز الثاني از اكستندد سبيس من ناقص ولا دقايق حتى ولا دقايق. ودي بالك يا باشمهندسين، امتى بقول على الالكترون الكترون بارتيكل لما هو يتصرف كبارتيكل؟ امتى بقول عليه ابن ناس او ابن ما اعرفش ايه؟ على حسب تصرفاتك. مش انا واحد كده معدي في الشارع هقول عليه ده ابن 60 و70، لا ما اقدرش اقول كده. لازم اشوف التصرفات البيهيفير. فالالكترون لو حصل له ديفراكشن انترفيرنس بولاريزيشن بروتكشن ديفراكشن كل الحاجات دي هقول عليه ابن ايه؟ ابن ناس وبيصرف طويل. لقيته بيصرف في بارتيكل هقول عليه هو بارتيكل. ما
ما دي بقى مش هنسيب زي بالظبط اللي عندك بالظبط الشخصيه بس الكاتب مستر مايك تاني ده تفسيرنا احنا كبشر اللي احنا عندنا قصور في الايماجينيشن خلاص ما تزعليش منكم مره ثانيه اوكي اللي عنده اسئله اللي عنده اسئله تعالي تعالوا لي لا تعالوا